نعيش في بلادنا منذ سنوات عديد المشاكل عديد الأزمات ومرينا بمراحل صعبة برشا. المراحل والأزمات هذه خلتنا الكل متقلقين وكلنا شاعرين بالمسؤولية متاع بلادنا ومستقبل بلادنا. نخموا فيه الكل كبار وصغار رجال ونساء شيبا وشبابا ونتسألوا الكل شنو هو المخرج. أنا شخصيا طرح علي السؤال عديد المرات شنو نجمو نعملو باش نجمو نقدمو نجمو نخرجو من مشكلنا. أعتقد شخصيا كتونسي وكرجل من أبناء تونس وكمسؤول تقلد مناصب في الدولة ولريانا ولتونس وزيرا للعدل ونعرف شوية دوادي بالدولة وأنه حتى شيء ما هو صعيب علينا في تونس. وأعتقد شخصيا وأنه حتى الأزمات المر منها ما هيش في تونس وما تخرجش على ما عندنا من كفاءات بشرية اللي هي قادرة باش تناظر وقادرة بالحق باش ترجع البوري لمجاريها في بلادنا. وذاك علاش أنا كنت ديما نخمم شخصيا نخمم وأنه أي عمل وأي تقدم باش نعملوه وأي تحدي باش نعملوه نعملوه مع بعضنا يد في يد نمذو كراهية نمذو التطاحن نمذو الحقد ونحاول باش نكونو يد في يد خاطر تونس ما تخرج من أزمتها كان بهذا الكل. التونس يحبو تونس يلزمنا نقبلوا بعضنا. وأعتقد شخصيا إذا كان عندنا عدو وحيد في تونس هو من يفكر أو يسيء أو يفكر في الإساءة إلى تونس. بعد ذلك أنا أعتقد أن قادرين على أن نكون قرار معنا والحق وتقدمنا. سؤالته عن مبادئي اللي يؤمن بها أن كل تونسي يؤمن ببلادنا بخصوصية بلادنا بخصوصية تونس. و كما كنا نعرفوا احنا تونس جمهورية تونس ديمقراطية تونس بلاد الدين والإسلام واللغة العربية تونس دولة مدنية. ما أطمح إليه وما أؤمن به كعمل هو تثبيت العدالة في تونس هو تثبيت سيادة تونس كما يسمى تقول هو إحلال دولة القانون وعلى الجميع هو إعادة الانضباط وإعادة ثقافة العمل. أعتقد أنه ذا اللي يقصنا شوية الهدف أو من بين الأهداف الكبيرة اللي أعتقد شخصيا أنها لازم تكون في بلادنا هو عودتنا إلى إرجاع دولة الثقافة ودولة العلم لينا والأبناء ومستقبل أجيالنا. فما تمش بتقدم بلاش ثقافة وبلاش علم. هذا هو أكبر الرهانات اللي ممكن نخدم عليها. أنا شخصيا نقول لكل تونسي يرغب في أنه يعمل في هذه التربية وفي التربية هذه يتفضل حطوا اليد في اليد مع بعضنا ونقرروا مع بعضنا التحرك تاعنا كيفاش يكون عملنا كيفاش يكون ديما في اتجاه لم الشم تاع تونس وفي اتجاه النهوض ببلادنا ونرجعها إلى المكان اللي لازم تكون عليه وكما كانت عليه قبل لكن تكون أحسن. اللي حاب يتفضل عندنا العناوين موجودة في أسفل الصفحة. وأعتقد شخصيا وأنه نجم نخرج من أزمتنا نجم نخرج من مشاكلنا ونجم نقدم بتونس إلى أرقى المناصب ونقدم بها وتولي تكون من صنف أو من الدول المتقدمة فعلا فعلا فعلا. وبناء على كل ما ذكرته وعلى شعورنا بالمسؤولية تجاه بلادنا أن نقول لكل تونسي